هس والله العظيم ثلاثة معانا. اهلا 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 وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت ايه اللي قعدك هنا؟ هعمل ايه؟ ازمه مساكن. يا سلام، بقى دي بقى الطريقه اللي بتخش فيها الحاره كل يوم، واحنا بقالنا يومين بنقول غرفين. يا خليل. الله الله. يا معلم امين. يا مبابل. ايه سلطان؟ ماله؟ وصل وصل. شوف يا اخويا الراجل جاي راكب مطرح الاستيب، ما دام لاقي كروديات تشككه ولا تقبضش. الاسماني كله 50 سير يلهب منه 30. يا اخي كح ولو شلم من الدخان اللي شربته. يا اخوانا طولوا بالكوا عليه، الدنيا ما طارتش. انا مخي انا اللي طار. يعني هيكون عنده ولا يدفعش؟ هو لازم دفع لك اللي عليه 100% دفع. وانا يا اخو قلت لك انه ليه عنده حساب؟ ما احنا شايفين كل حاجه بعينينا. احنا قلنا حاجه، احنا بنطالب بحقنا. فيها ايه دي؟ هنا انت مسحب رايح فين؟ انت ماشي يعني ولا مسحرنا؟ مش تقول لنا هتدفع امتى؟ ومستعجلين ليه بس؟ مستعجلين ليه كلنا ومستعجلين ليه؟ مسيرها تفرج وكل واحد منكم هياخد حق. انا ما طولش بالي اكتر من كده، انا حق اخده بالقوه وبالدراع. ده يخليك بتاع واحد ويعدمك العافيه. انت هات لي سنه اطول منك ليه؟ اخرس. ملوش لزوم يا خليل، سيبه. اتفضل اتفضل يا خليل. احنا هنستنى عليكم زي ما بتقول، لكن وشرف النبي وشرف امك اما دفعت هنسيب عليك خليل ياخد حسابنا منك. يلا بينا. ده ما عندوش دم ابدا. ضلمنا. اهلا بيكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا محمد؟ ازيك يا محمد؟ كلمتك يا اخويا سعدان. سعدان. ايوه. اهلا اهلا مسا الجمال يا عم سعيد. مساء النور. الله مالك مكشر ليه؟ لا ولا حاجه ولا حاجه. هو انا مغفل ولا لسه هعرفك؟ انت زعلان؟ ايوه زعلان من الجماعه البوارد بتوع الحرب. ما تدقش، بكره تفرج وكل منه يتصلوا حقه وما تبقاش تعاملهم تاني. اخ لو ايدي طايله كنت اقول لك ماليش لزوم. يعني اخويا ما سالتنيش على انيسه ولا حاجه؟ ايه الحكايه؟ ازيها بالحق؟ هي بس كانت بتستحمى عقبالك اندهارك. انيسه تعال انيسه تعال سلام على عمك يا بنت. عمك سعيد تعال. نعيما نعيما يا انيسه هرجع انت روحه. تعال سلام على عمك سعيد. سلم. اهلا يا انيسه. يا اخي انت قلبك خالي قوي. وبطني فاضيه يا سعيد، تصدق باللي خلقك؟ انا طول النهار انا وانيسه على رغيف واحد وبساخ طعميه. بقى دي مش حاجه تزعل؟ لا ما تزعلش. امال حاجه تبسط؟ لا تغم. يا بغلول. اطلع يا ولد خالق. البيك اتظهر، تصبح على خير. وانت من اهله يا سعيد. يلا انيسه. جتك نيلة عليك وعلى أصحابك. راجع مهدود حيلك من الشغل يا كرتي. هات لك عبدان يسندوك وانت طالع السلم يا حبيبي. ما تسيبيه يابا. اتنيل وخش في خيمة نبنتك. الله الله الله. مش على نفسك ليه بس؟ ما سيلي هشتغل، هو في حد بيفضل عاطل؟ ما دام الشحت اللي زيك بياكل عوالة وينام عوالة، يتعب نفسه له ويشتغل. جتك. انا مش لسه سايبك دلوقتي. هو اللي عليا كله قد ايه؟ حاجه فارغه، حسبه لا تذكر. طيب من يوم النحس ما دخل عليا واجرت لك الاوضه لحد الساعه اللي احنا فيها دي. كله هيندفع باذن الله. لو كان عندك عفش ولا حلتك هدوم كنت قومت لك الم محضرين بحاله. الله يا حسره هاخد منك ايه؟ لا وراك ولا قدامك. على راي المثل ايش ياخد الرحم البلاط. طب لما انت عارفه كده اصبري عليا شويه. صبرت كتير. هدي والنبي تسيبيها شويه معاك. هات اوعى لحسن تشاور عقلك. اوعى تمد ايدك، انا عداهم. ده انت مش عداهم وبس، انت مسمياهم. طب خش اتخمد بقى خش. السلام يا إدارة. التحية والسلام يا شو الزعتر. ازاي الزبط والراب واقفين على رجل وليه كده؟ بعدين يتعبوا. قولي ايه اخبار الدنيا؟ اهم خبر ان الحكومة هتخفض الايجارات 20%.
ايه الخبر المنيل ده؟ طب قفل بقى قفل. بنمسي يا شوي الزعتر. اهلا سعيد. انت لا تتكلم ولا تتحدث مع السكان الا لما تدفع الايجار وتخش كدر السكان. اتلم يلا خش اوضتك. اتلمينا. بيصير ويدفع يا طاهره. انا بنفسي بدور له على شغل. ده جدع ابن حلال وقلبه اصغر من قلب العصفور. ده صقر، ده انا عارفاه. تصبح على خير يا شوي الزعتر. وانت من اهله. وحياتك ما تبقاش تجيب لي الاخبار المقندله دي. حاضر يا فندم. الصبر مفتاح الفرج. صبرت كتير قوي. عملت ايه؟ اهو عمال انحت في الصخر والصخر لما يلين. صبرك اللي يصبر ينول. برضه الصبر ده، الصبر من كتر صبري اتربيت له عله. ايوه اضحك كده وانبسط. اه مبسوط قوي هفرقع يا اخويا. ولا يهمك، انا العبد في التفكير والرب في التدبير. دبرها اللي تدابيرك عجب. انا مش طالب منك كتير، طالب منك شغلانه تفتح لي بيت نعيش فيه بالستر انا وروحيه. شغلانه بخمسه جنيه. خمسه جنيه مش كتير. والنبي انا قلبي حاسس انها هتفرق قريب يا سعيد. اهو مفيش حاجه غيظاني في الدنيا قد اسمي سعيد. الله يرحمك اللي كنت السبب في ايه؟ كل اللي انا فيه ده السبب المرحوم ابويا. لو كان كمل تعليمي كانت ابواب الرزق اتفتحت في وشي. كل واحد بياخد نصيبه يا سعيد. الاب العاقل يصرف على تعليم ولاده ولو من لحم بطنه. لما لقاني سقطت في الابتدائيه قال كفايه كده. واديكي شايفه الدنيا بتعمل فيا ايه؟ مالها الدنيا؟ لو تضحك لها تبقى حلوه وتبقى سعيد بصحيح. الدنيا حلوه بوجودك. وانا مش سعيد الا بيكي. ظلام حياتي بتنور عيونك. هو انا يعني بعمل لك ايه؟ انت بتقسمي لقمتك وبتاخدي اللقمه الصغيره. نفسي الاقي شغل عشان ارد لك كمايلك. المهم ربنا يوفقك وبالك يستريح. يا بخته عايش في ملكوت لا كلمة تجرحه ولا شتيمة تمرسه، لا يكلم حد ولا حد بيكلمه. البعد عن الناس غنيمة. هو الغريب انه ما بيخرجش الا بالليل والناس نايمة. بيشتغل ايه ده بس؟ لازم بيشتغل شغلنا كويسة. ندفع لأمي إيجار الأوضة سنة مقدم. ما هو ده اللي مجنني. يا ترى بيشتغل ايه ده؟ مش المهم بيشتغل ايه، المهم انه بيشتغل. ازاي حالات انا عاطل؟ هترجع تزعل تاني. هو اللي يشوفك يشوف زعل. مين اللي كان بره ده؟ شفته. شفتني ازاي؟ انا قلت يا اخويا ايه اللي مطلعه في السطوح دلوقتي؟ كنت بتكلم مين؟ بتكلم روحك؟ ايوه كنت بكلم روحي. بالذمة كنت طالع في السطوح دلوقتي ليه؟ كنت بشم شوية هوا. هوا؟ اطلع من دول علي. انا عارف كنت طالع ليه. ليه؟ بتسرق الفراخ. طب انا طالع اسرق الفراخ وانت طالع ليه؟ طالع اخد الغسيل ده. يلا يا سيدي تعالى معايا بقى اسقيك كوبايه شاي. لا لا وده وقته. لا وقته قوي. تعالى بس تعالى. والله ما انت اللي جاي. لا لا خليها لبكره. لا بكره لا، ده انا عاوزك في حكايه مهمه قوي. خير ان شاء الله. لقيت لك شغله حلوه هتريحك. ربنا يخليك، ربنا يعمر بيتك. فين الشغلانه دي؟ عنوانها معايا جوه. تعالى ادي لك العنوان وادي لك جواب لصاحب المحل. يلا. لا ده نجي قوي. يلا دي فيها شغل. تصبحوا على خير. الله انت بتمشي على مين؟ لا ده على الفراخ. اما عبيط بشكل. ايوه انا اللي عبيط. بس لو ربنا يهد امي كنت سايبالك هنا طبق كفته يا روح. اتعشيتي بيه؟ ايوه يا نيم. مطرح ما يسري يمري. ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك يا شاب الزعفر. يا بنت الخطابه. يا خساره ده كان باين فيه كفته. مقسوم لنا كل ليله من غير عش كده. اكلك منين؟ يا سلام لو كنت فرخه بصحيح. يا
عاوز اقابل صاحب المحل سيه عبد الغني السوق. انا هوريه اهو. اوعى اقول لك انا قومني بقى. انا قريب منه المرمي ده المضروب. خبر اسود. حضرتك متاكد؟ الا متاكد. ايوه لازم خدمه. لا لا متشكر قوي. روحي اتفضلي لسه بدري. رئيس بتولي بيسال عليكي. طب خدي بالك من الشغل. واحنا مش هنقبل بالدور. اتعلموا النظام ده. احلى من العسل واطعم من الشربات. يا ريت نيتك زي ما لفظك. بكره لما نتجوز هتشوفي ازاي نيتي خالصه معاكي. ما تتعبش نفسك. اللي يصبر ينوت او يضيع وقته. فعلا. هما مش هيزودونا المهية ولا ايه؟ انا عارفه. يلا اجري شوفي المكنه اللي هناك. مش تخلينا بقى في المهم. نعم. عايز تتكلم ايه في الشغل؟ المساله خاصه بينا احنا الاثنين. نجيب المأذون امتى؟ في المشمش. تسايق الدلال على ايه؟ انا هتجوزك على سنة الله ورسوله. قال على رأي المثل كل شيء بالخناق الا ده باتفاق. يا سيب بقى انا يا كوماندا كثيب مش عاجبك وتفضلي عليا الواد الهلفوت الصايع اللي بيستناكي بره. هو ده اللي على المزاج؟ بتحبي فيه ايه؟ صياعته؟ اهو استوظف النهاردة بالعندي فيك. اتفرس بقى. استنى انا عايزك. اوعى مفيش كلام بيني وبينك. انا عايزك في كلمتين هتسمعيهم بالطيب بالراضي. يا بابا استنى هناك. قلت لك النهارده هبقى القصد اللحمه. يا سلام الخالق الناطق شبهك تمام. اللي جاب لك يخليلك ويخلي اخواتي كمان. انت كمان لك اخوات؟ عندي خمسه كلهم شبهي. يا لطيف. انت ايه اللي جابك الوقت؟ استنى اشتاكلي معانا لقمه. سبت الشغل بدري ليه؟ قبل ما استلم الشغل طردوني. مش هسألك طردوك ليه؟ لازم الحقكن عليك. لا والله. ما تحلفش مصدقك. ما تزعلش نفسك بكره تلاقي شغل احسن منه. يلا بينا. هنروح فين؟ تفتكر فين؟ هنتمشى في الشوارع. تصدقي بالله يا ام روحيه. لا اله الا الله. انا اعزك اكتر ما اعز نفسي. اي حاجه حلوه ولا يمكن. الا لازم للست ام روحيه. القلوب عند بعضها يا سي متولي. لا دي حاجه بسيطه خالص. كتر الف خيرك يا زينه الرجاله. كنت فين لحد دلوقتي يا الدلعاني؟ اتلخمت ليه؟ ما تردي يا اختي. كنت في الفابريكا يا روحي؟ كان عندكم طلبيه مستعجله يا حبيبتي؟ ما انكشفت نمرك يا عينيا. كنت سارحه فين وما رجعتيش لشغلك بعد الظهر؟ ما كنتش. معلش طولي بالك. إن ما كسرت رقبتك على صدرك. يا أم روحية خلي الكلام ده لما تبقوا مع بعض. خلينا في جوينا دلوقتي. معلش كيفك. أنا دمي ما يستحملش أكتر من كده. من النهاردة يا ست روحية مفيش خروج ولا شغل. عريسك مش عايزك تشتغلي. عريسي؟ آه عريسك الريس متولي خطيبك. ده متجوز وعنده خمس عيال. بتراجعيني في الكلام يا بنت؟ متجوز متجوز ما دام تقدر يصرف عليك وعليهم. تطلب اللي هي عايزاه. وإذا اتأخرت يبقى لها كلام. قدها وقدود يا سي متولي. طب حس كده بقى الشبكة هتكون عندك بكرة. مستنياك. استأذن. مع ألف سلامة والنبي ما تبقاش تتعب نفسك وتجيب معاك حاجة بكرة. يلا يا سفلون. ده عدوك بكرة يموت يخص عليك يا سفلون. ازيك يا سعدان؟ أهلا سعيد. ازي الحال؟ عملت إيه في الشغل؟ زي العادة. برضو لا حول الله. ازي ولادك أنت؟ بخير. وزي أنيسة؟ كويسة مغلباني ما رضيتش تاكل قال عامله رجيم. يلا يا واد يلا. مالك يا روحي؟ امي عايزه تجوزني متولي اللي متجوز وعنده عيال. عشان عنده فلوس ترميني انا في النار. يستحيل اتجوز وانا حارقه نفسي ولا اتجوزوش. هي فين امي؟ هي فوق. هي فاكره ايه؟ ما واكلش رجاله؟ اتنقي انت على تربيتك اللي تعر. الله الله ياخدك. اتفضلي يا روح امك. نعم يا سيدي. واقف كده ليه؟ يحنن. مستلوح عايز ايه؟ عاوز افهمك ان محدش هيتجوز روحيه غيري انا. اه 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 بتعصيها عليا يا صاحبي.
واحلى منسله في اوحش البرائع، سايباك تبات في البيت سواد، وديني ما انت قاعد فيه، لابد من طردك من هنا. ما تقدريش يا ام روحيه، القانون مش في صفك. حسب اللوائح والقوانين لا يجوز لصاحب الملك انه يطلع الساكن كده على طب غافل، لازم اجراءات طويله عريضه. هي فوضى اهو كده اللي ينسب دينك. كتم. لازم اولا جواب مسوجر، ثانيا انذار، ثالثا قضيه، وربنا يديكي طول العمر بقى. تطردي ده ايه؟ تقدري تطردي قطه؟ هطرد واطردك يا اراداتي يا بوز الاخت، وبكره تشوفي. والنبي ومن نبى النبي، ما انا مخليه ولا جربوع منكم هنا، اذا هيجيكم شرطه. ايه انت اللي جايب ده كله لنفسك؟ ياما اتفتحت لك ابواب ما بتعرفش تستغلها ليه؟ منحوس، كل ما اروح في حته يطلع لي فيها عفريت، كل شغلانه لازم فيها ان. لما تظهر لك الان دي يبقى اعمل نفسك مش شايف. هو شيء بايدي يا سعدان، انا حظي وحش، بخت اسود. مفيش بخت اسود وبخت احمر، يستحيل واحد يحط همه في اكل عيشه ويتقطع ابدا. والي عملك باخلاص تثبت اقدامك والدنيا تتفتح لك. حاضر. حيث انك امنت انا هفكر لك بقى في شغلانه جديده. الله يعمر بيتك. لقيتها. ايوه ايه هي؟ هتشتغل تمرجي عند واحد دكتور بلدياتي. تمرجي دكتور زي بعضه. صحيح يا ام باشا. هو اللي زي هزر يا واد. لا العفو يا ام باشا. ربنا يقدرني ويرد لك المعروف يا ام باشا. عاوز تفرحني؟ ايوه. دز على الشغلانه الجديده دي بسنانك وتبت عليها بايديك ورجليك. ده انا حجز وتبت تمام. خلاص. تعال بقى معايا لما ادي لك كارت الدكتور. الله يعلم مرادك. انيسه. تعال من ام باشا انيسه. اتفضل يا دكتور، 14 جنيه ونص ايراد النهارده، وادي دفتر وصولات. متشكر. والله يا دكتور انا عندي داء مزمن بقاله سنه تقريبا. ملوش علاج ده؟ ازاي ملوش؟ ادي علاجه يا سعيد، جنيه من ميتك. تاخد كمان جنيه؟ يا ريت. كتر خيرك. معادي العياده من الساعه 6 بعد الظهر، يعني تكون هنا من 5. خمسة ليه يا فندم؟ من 3:30 وانا ورايا حاجة. السلام عليكم. سعيد. اهلا سعدان. ايه الحلاوة دي؟ ايه الأبهة دي؟ اصل استلمت الشغل النهاردة. رايق في الدكترة يا ابني والنبي، وزي الحال. الحال معدن ممتاز، خد لك. دي كلها ليا؟ أمال إيه، أنت راجل خيرك عليا. يا سلام، ربنا يفرج عليك يا سعيد، وسع للدكتور يا جدع. كلها يومين ونرجع لأصلنا يا جدع. هنفضل دكاترة على طول ونغيظك يا جدع. ادفع اللي عليك يا جدع. زغلول زغلول. ايوه خد. اديني عيالي عيد سعيد. عيد عيد ولي يا ولد ولي يا ولد ولي يا ولد. سعيد الف مبروك. الله يبارك فيك. استلمت الشغل امتى؟ النهارده. تعال اطلع بره، ما تعكرش دمي كل ساعه والتانيه. اهدي فلوس. امال فاصوليا؟ ولسه هتشوفهم انت كتير قوي. انتوا فاهمين ايه؟ احنا ناس كسيبه. فريد عشانك يا روحيه. قولي لها كلها كام يوم وحديها بقيه حسابها. يومين ثلاثه ويجيب لك بقيه الايجار. على مهلك يا ابني، ومستعجل ليه؟ فهميها كمان ان انا شفت ثلاث امتار بوال محترم هقطعهم لها يا بكره يا بعده. ابني حبيبي عرس بنتي. عندك وشيل اللبان ده من بقك لحسن صنف وحش قوي. اهو يا اخوي. احب بقى تفهموا ان ماهيتي 8 جنيه في الشهر غير البقشيش، وكل ماده هتطلع لفوق لفوق. صباح الفل يا حماتي. انا جاي عشان اخد مقاس الدبل. خد بعضك ونجر من هنا. يعني ايه؟ يعني تشوف لك باب تاني تخبط عليها صبوه. نعم نعم الله عليك. طب استنى انت شويه، هو لعب عياله ولا استخفاف؟ كنت قبلته ليه من الاول؟ في راجل اختشي على عيالك. اتفضل بقى كده. حاضر يا دكتور. اتفضل. سعيد استنى انت عندك. مستني ايه؟ انا قلت لك شوف لك باب تاني خبط عليه. الباب ده عاجبني ومش ممكن هتحول عنه. الباب ده كل سكته شوك. ندوس على الشوك، ما يخاف من الشوك الا الحافي. انا هخلي رقبتك اقسم من لسانك. ما بلا مهيصه فاضيه بقى. كل واحد يلزم مكانه. الخناق في الشارع مش في البيت. معلش نتقابل بعدين.
ايه خبركم ايه؟ لا بس كنت ببارك له على الهدمه الجديده اللي لابسها. اوعى شيخ سيبه. ايه اللي جرى يا اخونا؟ انضرب على قلبه لما عرف ان هجوز روحيه لسي سعيد. خمسه وخير ما عملتي. البركه فيك يا شاويش زعتر. ايه باظت لك في القفص يا عم هيز بقى؟ مبسوط من الشغل؟ اوي اوي كتر الف خيرك. ايه اخبار الزبط والربط يا شاويش زعتر؟ لا ايه اخبار الاداره؟ دخلص البنش؟ لو النبي يا اخويا، وعشان كده قلبي وكلنا عليه، خايفه لا يكون جرى له حاجه. ده دفع لي 3 جنيه و3 ريال اجره السنه بحالها. ايوه ايوه بكره هعمل لك مباحث عنه في المحافظه وفي الاسبيتاليات وفي كل حته. ما تيجي تشرب القهوه السكر زياد؟ معلش كمان شويه خليتك بعافيه. الله يعافيك يا اخويا. انا فرحانه فرحانه اللي ربنا فرجها عليك. انا كل اللي عاوزه اوضه تانيه غير الخرابه اللي انا عايش فيها دي. نفسي انام على سرير زي ما خليق ربنا. تتعدل يا سعيد. اهلا اهلا عريس بنتي. اهلا اهلا. عريس بنتك ليه طلبات؟ قول يا اخويا. انا ما احبش مراتي تنكشف على حد غريب. يو طب ما هو هيشوفها في الفابريكه. لا انا ما عنديش ستات تشتغل. حاضر. وانا كمان ليا طلبات. اطلبي. الحته البول تجي بكره. حاضر. وعليها كمان منديل بقويه. حاضر. ما تقعد تشرب القهوه. لا اصل انا عازم سعدان الاراداتي على الغدا. يو ما تسيبك بقى من صحبه الهم دول. ده من عشر السعيد يسعد. ده كلام برضو حماتي؟ ده ما ينكر العيشه الا ابن الحرام. ربنا يكملك بعقلك يا جوز بنتي. فوتك بعافيه. وانت بعافيه يا اخويا مع السلامه. Oh.
صباح الخير. اسمع النبي يا دكتور صغير، ليش عندك حتة مرة محطها على صباعي؟ ماله ده؟ مدوحس. طب شيل درسك الفوقاني. درسي؟ انا بقول لك صابعي مش درسي. ايوه، ما هو كل وجع في الجسم جاي من السنان. صباعك ده دوحس ازاي؟ حبيت اقطع حتة شريط لحام، مسكت الشريط بسناني، فلتت سناني من على الشريط، جت على صباعي. يعني ايه اللي عض صباعك؟ سناني. مش قلت لك شيل درسك وفوت عليا بكره في العيادة. الدكتور، عايز الدكتور في عرضك. الدكتور ما جاش يا فندم. ما جاش، ما يجيش ليه؟ سايب العيادة ليه؟ بيروح فين؟ ابعتهولي، اندهولي. طب اتفضل استريح، زمانه جاي. استريح ايه ده، انا هموت. تعال تعال. على فين على فين؟ بس شوف لي شوف لي مسكن، شوف لي حاجة تروقني. أنا ما عنديش أوامر بكده أبدا. أمري أمري. تعال يا خبري يا جدع. يا أخي تعال. يا سيدي اعمل معروف، روح الإسعاف. هو أنا قادر أمشي، مصاريلي يا عالم. آي. طب عاوزني بس أعمل لك إيه؟ اديني حاجة مسكنة. أنا ما فهمش في الحاجات دي يا اخي. ادينا حتى بنسلين. بنسلين ايه ده؟ انت عاوز لك طرناطه؟ اعمل معروف. اخلصوا يا اخلصوا. الحقني اخلص. طيب طيب جايين. يلا يا سيدي اعمل معروف. ما تستنى شويه ما يجي الدكتور. يا اخي اعمل معروف، خلصني. طب اقرا معايا كده بقى يا اخي. اخلص. طيب امر يلا. استريحت؟ الحمد لله. طب خد خد بقى خد. ايوه شد حيلك. ايوه الحمد لله. انا ما قلت لك مش لعنك. لا قلت لك معلش يا حاج استاذ. أنا مش قلت لك خربت بيتي؟ خربت بيتي إلى ولا أقول لك؟ ربنا يرحمك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزاي الصحة النهارده؟ زي كل يوم يا حيل. إن شاء الله تكون مبسوط. والله أنت بقى اللي تقدر تبسط. أنا عاوز بإرسال جبنة بيضة وبإرسال زيتون أسود. فلوس الدكاترة حلوة، لايمني. إن شاء الله هدفع لك بكرة بالليل. الله الله، أنت خلاص قفلت معاك. قلنا ما هي وما خدتش، وبقشيش، مفيش. مفيش. إلا مفيش كمان. صاحبك الدكتور مبادر قوي الليلة، ده راح لعم ناصر. الله، لازم جاي يدفع. أهو ساكت كل واحد بقرشين، ده حط إيده في جيبه. ده عم ناصر بيطبطب عليه. يبقى ما دفعش. ابعت اللي عليه. على الله. استنى يا دكتور، احنا مش هنخلص من الحسبة دي يعني. داخل خارج النفخة مليان. الدكتور جاي، الدكتور رايح، الدكتور قبض. وانا يعني لو كان عندي كنت استحمل الاهانة دي من حد؟ مش كنت بتقول لما اشتغل هدفع لكم الحساب؟ قد انت اشتغل فين حسابي؟ هو انا لحقت اشتغل؟ انا اترفدت. اترفدت يا راجل؟ ما تبقاش نصاب خلي الناس تحترمك. وازاي تترفد قبل ما تدفع اللي عليك يا ناس؟ هو اترفد بكيفه يا عم. انت راجل طيب، سيبنا احنا نتفاهم معاه. واترفدت ازاي؟ لازم مد ايده على فلوس الدكتور. اخرس كمان بتتفاوض على حكايتك. تقول انت بقى هيعمل ايه بس؟ يموت يريحنا ويريح نفسه.
فساد. اعوذ بالله. شوف البجاحه يا اخي، مش راجل. منه ساتين ده ما عندوش دم. اعوذ بالله يا اخي، ده عانى على المجتمع يا اخي، ده لو مات يريحه او يرجع العالم منه. اعوذ بالله عليك بالله، ده حلال فيه اللي بياخده ده. صلحت لك الباب وركبت لك كلون جديد. أم غلطانة، هي الأوضة فيها حاجة يتخاف عليها؟ بتقول يعني عشان لما نجيب العفش نبقى نقفل عليه لغاية ما تلاقينا مطرح. مالك؟ زعلان من حاجة؟ من حظ اللي عمال يلاحقني في كل حتة أروحها. إيه؟ طلعت من الشغل؟ أيوه. إزاي؟ النحس، هو في غيره؟ بس المرة دي جالي في صورة عيان وطلب مني اديله دواء غصب عني وكان حيموت فيها. وبعدين؟ ولا قبلين اترفدت. الحمد لله اللي جيت على قد كده. يا ريته كان سجنني. بعد الشهر يسجنك عشان ايه؟ عشان استريح من اللي انا فيه ده، مش عارف اودي وشي فين من الديانة. وكمان كتبت على نفسي وصل امانة بخمسة جنيه. تلاتة جنيه خدتهم منه قبل كده، واتنين جنيه كسرت بيهم لوح بالنور في العيادة. ما تحمش هم، خش انت نام، ربنا يحلها. خش نام. ايوه روحي، انا عاوز اقولك حاجة بس ما تزعليش مني. خير؟ شوفي مستقبلك مع حد غيري، انا مش هنفعك. انت بتقول ايه يا سعيد؟ ده انت مستقبلي وكل حاجة في حياتي. استحمل شوية، اصبر يا سعيد، ده ربنا ما بينساش عبيده ابدا. بكرة تفرج وتبقى راجل كسيب والهم يبعد عننا. انا مش عاوز انحسك معايا، وانا مش هبقى سعيدة مع حد غيرك. ما عمرك ما هتشوف السعادة معايا، انا راجل عاطل، انا خايب، انا ماليش لزوم في الدنيا، انا ولا حاجة. روحية، أنا عاوز أشوف مستقبلك. تصبح على خير. ثلاثة جنيه. ثلاثة جنيه شوية يا خالتي بهانة. ما هو الدهب نزل يا نور عيني. أعمل إيه بقى يا ربي؟ مالك اتقهرتي ليه يا حبيبتي؟ اصل كنت عايزه خمسة جنيه عشان اسدد ديون سعيد. خليهم أربعة جنيه وانا معايا جنيه. وريني كده اما اشوفه تاني، ولو اني سبت الشغله دي من زمان، لكن عشان خاطر عيونك. بس
الموت مش طايله. الله الفلوس. الله الله الفلوس الفلوس حقيقي ده بنكنوت الفلوس فلوس فلوس فلوس. اسكت في عباره اهو طالع من قرص سعيد خبطوا عليك شوفوا ايه الحكايه يا سعيد. ايه سيبوني بقى. الله ما شفتوش واحد واقع من على الدكه ابدا كل واحد يروح في حاله. سيبوني. هو بيدور علينا كده ليه؟ يلا بينا يا شيخ. يلا يا شيخ يلا يلا يلا. كتير ونظيف. اسمع اسمع صاحبك اهو. الله ده ماله كده ماسك بطنه كده ليه؟ لازم اعرف عليه الجوع خرج يدور له على نصبه. سعيد هو ده حد بيشوفه؟ لازم راح يموت نفسه. هو كان عاوز ينتحر. هو الجدع ده بيلاقي ريق حلو من حد ابدا. ما عنديش فكره يبقى لي القرشين عندك. طيب انا بتاع زمان يا جاي. حد بنده يا عم. ما عندناش الا سرير مشترك والاجره 15 قرش والدفع مقدما. اصلي ما عنديش فكه. ممكن انام وادفع بكره الصبح؟ يا عم. ما عنديش الا سرير مشترك والاجره 15 قرش والدفع مقدما. السلام عليكم. شوف شغله تحت امرك. في اكل هنا؟ في عشاء وشرب وفطريه. انا جعان جعان قوي. نجيب لك كوستريتا؟ نجيب لك كباب فراخ؟ ايوه هي دي الفراخ. اعمل لك نص فرخه بشويه خضار او نص فرخه بالشوربه؟ لا انا عاوز 6 انصاص من غير شوربه. 6 انصاص من غير شوربة؟ 6 انصاص. 6 انصاص؟ ايوه. خدامينك تحت امرك. يا
بس ما عنديش كبريت ولا ولاعة ولا سجاير، انما هيجي كتير بعدين. طيب ما تاخد سيجارة مني. فين الكبريت؟ ازيك؟ هتسقيني ايه بقى؟ وسيك ليه وانا ازقك؟ اخص عليك. اوامر السياده. ايوه استنى بقى لما السياده تفكر. فكر. كل ثلاث فراغ بالهنا والشفا. نفسكش في حاجه تانيه؟ نفسي في سرير. وطي صوتك لحد يسمعك. حضرتك بتدور على المكان ده؟ ايوه. انا عندي بانسيون شيك فوق، تحب تشوفها؟ احب قوي، بس ندفع بقى الحساب. حساب ايه؟ على مهلك. وليه ما ندفعش؟ ده فيه فلوس، فلوس كتير قوي. طيب بس ما تكسفناش كده. اتفضل. راح فين؟ هوصلك. لا لا لا، انا ما احبش حد ابدا يوصلني. تصبح على خير. اتفضل. من اهلك. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل اتفضل. السرير ده نظيف؟ طبعا طبعا. يعني مفيش لا كده ولا كده؟ يعني ايه كده ولا كده؟ كده يعني. نوم لا سمح الله. ايوه يا حكيم، انا معرفش انام وفي حاجات كده. طبعا طبعا. اتفضل، مع السلامه. ليلتك سعيده. ليلتك سعيده. يلزمش خدمه قبل ما تنام؟ خلي المزيكا تتبطل علشان اعرف انام. امرك امرك. مع السلامه. مع السلامة. فهمتي ايه منه لما كلمتيه؟ ده جاي منين ده؟ ده باين عليه لئيم قوي. تعبان ناعم لكن معاه فلوس. نفسي اعرف الفلوس دي جايبها منين. احنا مالنا؟ اكله وبحلاها. المهم تخليكي وراه، خليكي وراه، لانه عنده فلوس زي دي كتير. لكن مش باين عليه هيطب بسرعه. ايه؟ يبقى لعيب عليكي بقى.
الصباح رباح. ايوه الصباح رباح. يا سلام يا جمالكم يا حلاوتكم، انتوا كنتوا فين؟ وحشتونا قوي. انا غني. انا غني انا غني. مش هجوع ابدا بعد كده، مش هشوف الفار ابدا، انا غني. من امك ده الطرب بتصليح السقف طفش. سعيد ابو الساعه. هو فين سعيد ابو الساعه؟ مين اللي عاوزه؟ ما مطلوب في الاسم. الاسم عارف ان انا ساكن هنا، ما بعتليش اجيبه واجي ليه؟ حضرتك ولي امره ولا والده ولا مين؟ ما هو زيه زي الحكومه، امر الارض داخل في دايره اختصاص انا، وشؤون السكان كلها من اختصاصي انا. حس كده شرف معايا الاسم اتعهد لتسليمه ولا ادفع الخمسه جنيه اللي هو مدها بتبديده؟ اشرف ما شرفش ليه يعني؟ افندي روحيه يما، افندي روحيه. وين زاروني؟ ايه يما؟ سعيد خلع نفسه. سعيد خلع نفسه مين اللي خلع؟ خليكي وطلع الهبي يا محاسب. مالك يا واد؟ لما بتروحك مريض كده ليه؟ ايه الحكايه؟ يقولوا سعيد غرق نفسه، مين اللي قدم الشكوى ضده من فضلك؟ واحد دكتور. بلغ الدكتور ده ان فلوسه حصلت ايجار اوضتي، ده لو قدر هينصب في الاخره. يا شيخه حرام عليكي، انا لله وانا اليه راجعون. خلاص يا سيدي اتفضل بقى، الموضوع اتحفظ من نفسه، المدين مات والشكوى يؤشر عليها بالحبس. وبالي في حياتهم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه سعيد غرق روحه؟ سعيد غرق روحه؟ تتعيطي عليه قوي، والنبي لن يفرقها على روح شربان. انت اصيله ما تعمليش العمله دي ابدا. الف رحمه ونور على روحه، فتح الروح يا اخوانا. انسكتي بقى، حرام عليك، ده مات غريق، مات غريق. وحاله الجثه تدل على انها حديثه الغرق، وهي لشاب طويل القامه يلبس بنطلونا رماديه، يرتدي سروالا رماديا. هو سعيد ابو السعد مش غيره. لا حول ولا قوه الا بالله. وقميصا وجاكيتا في حاله سيئه. سيئه سامع؟ شوف ابن اللئيم غرق نفسه قبل ما يدفع، الله يرحمه. عليك العوض ومنك العوض يا رب. يا ناس اذكروا محاسن موتاكم. يا عم هو ده ليه محاسن؟ هنكذب على نفسنا ولا على ربنا؟ لا يا خليل، ده موته اثر فينا، الله يرحمه. الفاتحه على روحه. بسم الله الرحمن. يا حي يا قيوم. اهلا اهلا. ايه الشياكه دي؟ ايوه دي حاجات غاليه خالص. ايوه غاليه خالص، لكن مش ماشيه مع بعضها. بدها شويه ذوق. ذوق؟ ايوه. تسمح اهو، تسمح لي انقي لك انا بنفسي الملابس بتاعتك، اخليك تلبس احسن بدل، احسن كرافتات، احسن جزم. عاوز اعمل منك راجل شيك تغاشي. يا
ايوه سس 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 سعيد ابو السعد. الله ده انا سمعت انك مت. سمعت ايه؟ ده انا ورثت. الله وايه الهدوم القبهه دي؟ تعالى معايا احكي لك كل حاجه. طيب بس هتسلك ليها واحده بس. الم يلا يا اولاد تلم ايه؟ تعالى معايا ده انا هغيرك. تعالى يا بنت افتح الباب لكساره، ايه اللي هيكسر نافوخ اللي كان السبب؟ بلاش الدوحه دلوقتي، خليها تفتح الباب وبس. يا بنت بقول لك افتح الباب، سعيد راح وراحت الاجره معاه ومصاريف تصليح السقف. قبل ما ينفتح الباب انا هرمي نفسي من الشباك. يا اهلا يا اهلا، دي الحته نورت. يا اهلا اهلا، فضلك انت يا باشا، انت يا اخويا. يا سلام دي الحته نورت يا مؤاخذه، بردون الارض وسخه، لكن بكره كده تفرشها رمل باذن الله. يا سعيد سبحان العادل الوهاب يا اهل الحته. سعيد ابو السعد. سعيد ابو السعد. سعيد ابو السعد عايش؟ سعيد ابو السعد عايش ومع غني. سعيد ابو السعد. حسابك كام؟ مش لزوم السعيد. حسابك كام؟ دول 3 جنيه ل 7 سنين يعني. خد 10 جنيه وطي خدها. 10 جنيه؟ وطي خدها. طب خدهم قوي يا سعيد. خد. يا مرحب يا اهلا وسهلا، منورتك انت يا سعيد. لا لا لا، انا عاوزك انت لك حساب عندي. تحت امرك. ده انا حبسطك قوي. انا بتاع زمان. اهلا يا سعيد ابو السعد يا مسعد. ايوه يحيى العظام ويا رميم. حسابك كام يا واد؟ هو في بيننا وبين بعض حساب؟ ده انت اكبر راس في الحاره. يا شيخ 5 جنيه هم عمر ابوك ما شافهم. ابعت. ايه ابعت يا رب. لا لا انا زعلان منك جدا يا معلم. ليه؟ لانك ما قمدت الصوان على روحي ولا جبت فوقها ولا حاجه ابدا. الله كفايه يا هريتي. اتفضل. اوعى ايدك، بلاش وساخك تكتهي في شكلك. حسابك كام؟ انا ماليش حساب. خد ده كتير قوي. وفي اكتر منه كمان. اوعى ايدك اوعى ايدك اوعى ايدك، بلاش وساخك تكتهي. قول لي انت اسمك ايه؟ انا بتاع العيش عم مخلص. عمي اخرس، انا ماليش عمام، عمي مات ورثته من زمان، انا ماليش عمام فقرا بالشكل ده. حسابك كام؟ انا ملياش حساب. مالكش ازاي؟ هتفنجر عليا. خد خد. تعالى انت حسابك كام لحسن؟ انا نسيت. انا ماليش حساب ابدا والله. لا ده انت لك حساب. هو في بيننا وبين بعض حساب. لا لا لا، خد 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 كمان. كفاية والله. لا والله لا تفاية. والله كفاية. خد خد. صحيح ان انت اكرمت اللئيمة تمردا. في حد تاني له حساب؟ ابدا. خدوا. انا هخليك بني ادم، انا هنجرك، انا هخليك خالد، وانت تعالى.
ميت. الله مش هتجيب لي قربة جديدة. انا هعمل لك فابريقة مية. يلا خد مية. ايه الفلوس الكتيرة دي اللي ظهرت كده فجأة؟ ايه ده؟ انا سمعت صوت وحش. في حد هنا بيتكلم؟ انا متولي. انا الراجل الشريف. انا اللي بكسب شقايا بعرق كبير. اوعى تكسب فلوس المرحوم عمه. ربنا يجمعك بيه على قريبك. وعمك ده كان مدفون بالحياة. وانت حشرك انت. شنو ده بقى؟ سألناك التوزيع يا سيدي من هنا. اذا انت هتعمي على عمه ولا ايه؟ احنا فاميليا واحدة. ايش حشرك فينا؟ لا اسمع عم اقولك انا مش كروديا. انا عايزك فلوس اللي صرفتها عليك وعلى بنتك حالا دلوقتي. فلوس؟ اتفضل. اتفضل فلوس ايه؟ 100 جنيه. ده 100 جنيه. 100 جنيه. نجرب بقى بلا كلام. ده انت تبيت قوي. مع السلامة. الله. يا ألف أهلا وسهلا. شبهه في المدفع. هكذا كنت انا قلتها عن زبون.
يحصى عليكم بدل ما تفرحوا لجيرانكم تعملهم كده. وربنا القرد اهو جه منه. القرد اهو القرد اهو القرد اهو. بالهنا والشفا يا انيسه، ما هو كله من خيرك. احنا في جنينه حيوانات. لا في جنينه مزروعه فلوس، ده صاحبه ما بيطلعش الا بالميات. اصبري. ايه؟ افتكرتك القرد. ازيك يا سعدان؟ اهلا. ازيك يا سعيد؟ اهلا. سعدان انيسه جايه تمس عليك اهي. ايه القرف ده؟ ما تخش منها. ما تخافيش منها، ده انا لابسها كمامه. انت فاكر نفسك في الشارع ولا ايه؟ وبعدين معاك يا سعدان، انا شفت لك بطل الحكايه دي. ما انا ملبسها نضيف زينا اهو. يا اخي روح شحتها. اشحتها؟ شحتها وزعها، اعمل اي حاجه. برضه كده اهو تطردني وتطرد انيسه عشان بنت زي دي. قول لي انت ضيعت الفلوس اللي كانت معاك؟ طبعا كسبت انا وانيسه. طب خد خد يلا. ما تتعبيش نفسك، ده خاطب بكره هيتجوز. يلا يلا انيسه. ما تزعليش منه. اتنين ويسكي. والتاني عشان مين؟ للعريس. مش بيقول انك هتتجوز؟ واذا كان العريس ما بيشربش يلحق يشرب بقى قبل ما يخش الزنزان على ايدين المأذون. ياه انت واخده فكره وحشه قوي عن الجواز. اسال اي واحد من الجواز الا اذا كنت انت ما خليتش في نفسك حاجه. ايوه انا كنت محروم من كل حاجه. اسمع قولي انت عرفت كام واحد؟ واحدة بس. اطلع من دول على بابا. وشرف امك كده. وبرضه مش عاوز تشرب؟ ده انت شبابك راح هدر. شيريو. اصل في الحقيقة بقى مش واخد على الشرب النظيف بتاعكو ده. يعني عايز تفهمني انك مش قد الشرب؟ لا لا ده انا قد وقدود. اتنين كمان. هتوحشوني والنبي يا ولادي، هاتي بوسة. هاتي بوسة يا سعد. معلش انتوا تعبتوا كتير عشاني، دلوقتي انتوا تستريحوا والدور عليا بقى، انا اللي اتعب. انيسه خلي بالك من اخواتك يا اختي، انت الكبيره حلوه خلي بالك منهم. امانه والنبي يا عم الحاج سيد، اللي تاكل منه توكلهم منه، ولا تبخلش عليهم بحاجه ابدا. في عينيا الاثنين، ما تحملش همهم. وليا رجا تاني بقى. مقبول. الجنيه ده اهو تخليه معاك عشان توقف. بس ما ترجعوش ده عشان خاطر اكلهم. يا انا هغرف في لقمتهم يا سعدان. والنبي يا شيخنا انت واخد. اللهم صل عليك يا نبي، لازم تحلف نهايته. انما والله العظيم انا فرحان لك قوي على لبس القيافه المعتبر اللي انت لابسه ده. ريحت الحكمه من الشائع عم الحاج سيد. نهايته كلتك بعافيه. مع الف سلامه يا سعدان، مع الف سلامه. سلام عليكم. اللهم وعدنا يا رب عشان نخلص من شغل القرف ده. ديك رومي؟ ايوه. ديك رومي بحاله؟ ايوه بحاله. فيها حاجه دي؟ لا ابدا مفيش حاجه. شايف النعيم؟ انا مش مصدقه عينيا ابدا. ولسه انت شفت حاجه؟ ده انا بكره همتعك. بس ايه؟ مش هقدر اخرج معاك كتير. ليه؟ الناس في الحته ابتدوا يلسنوا. ما يقدرش ابدا حد يكلمك، انا هفوت عليك بكره الساعه 12 عشان نروح للسايغ نجيب الدبل. صحيح. مش كنا اتغدينا في حته هاديه احسن؟ ليه؟ هنا وحش؟ بس في ناس كتير. وماله؟ فاكر السطوح؟ سطوحي وربع ايه؟ متاع عينيك بجمال الدنيا. اهو دلوقتي احنا عايشين. فاهم عايشين يعني ايه؟ عايشين. بقى كل الشوكه والسكينه. مش كده اهو. الشوكه في اليمين والسكينة في الشمال. بذمتك الكفتة اللي كنت بعملها لك ما حشتكش؟ كفتة ايه؟ ده انا كنت بسيبها للقطة تاكلها. تفهم ان دي كفتة؟ دي كلها رز ويا دوبك فيها ريحة اللحم. ولحمة ايه؟ كندوز وكلها عروق. يعني كنت بتاكلها غصب عنك؟ كنت مفلس. حتى ابوك سيبينا من ست الفقر دي. ايه ده بتعملي ايه؟ اخدها لامي والنبي. يا خبر ابيض بلاش كسوف يا شيخه، امك هبعت لها بكره ديكين ثلاثه. يلا بينا. تعالى. ايوه. حساب كام؟ 4 جنيه و60 قرش. خد
10 جنيه. بتعمل ايه؟ الباقي يا بيه. الباقي كله علشانك. يا خبر اسود يا وليه، كسفتينا. يلا بينا. 10 جنيه، انت مجنون. كانت خيبة. الصبح بتاعه هيطلع امتى؟ الغايب حجته معايا يا نينا، ومادام قال انه جاي يبقى ضروري هيجي. عشان ابلس في الجنه، دي الساعه بقت 1:30 ومحلات الساغه زمانها قفلت. فين سعيد؟ يعني بتسألي على سعيد؟ أيوة سعيد، هو فين؟ ده ما جاش هنا. إيه؟ بصحتك يا روحي. عايزة حاجة يا مدام؟ روحية، أنا متأسف أوي اللي حصل يا روحية. روحية! 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 ما تزعلش نفسك يا حبيبي، تعال ولا يهمك. ولا فكرت اطفيها.
نار وجدي وسود الليل وسود الليل لموني ودمعي فوق خدي لهيب بيسيل لهيب بيسيل دلوقتي دلوقتي سك وما حدش يقدر يرجعه عن الطريق اللي هو ماشي فيه ده غيرك انت بس. انا دلوقتي ما عنديش دعوه بيه ابدا. نظره منك بعين الرضا والسماح تصلح كل حاجه بعد اللي عمله فيا. اذا كنت انت نسيت يا سعدان انا لا استحيل انسى ابدا. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. مالكم؟ خير ان شاء الله. لا مفيش حاجه. سي سعيد يا سيدي، سي سعيد الغني نسي نفسه وبقى راجل عظيم. لا 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 مش ممكن، سعيد ما يعملش كده ابدا. بيعمل وانا شفته بعينيا. لازم يبقى بقى في حاجه في النفوس يعني. انا عارف ان سعيد ابن حلال كويس،
انا مش ممكن احقه الا لما اقابله واعمل تحري عن الموضوع بنفسي. لا ما تروحلوش. ما اروحلوش ازاي؟ ده ابني. هو ما تتعبش نفسك. ازاي ما تعبش نفسي هو يستجري يخلفني؟ انا ليا تاثير كبير عليه. طب نروح له انت الليله بعد ما اخلص بطشيتي باذن الله ونروح له سوا. وانا سعيد ان ينسى قديمه. وانا تتجوزك عشان عمايلك دي. وعاوز نعمل ايه؟ ده وقته برضه؟ ولا حاجة. أنا مش قلت لك تخلص من المصيبة دي؟ سيبها في الربع وحياتك، تلاقيها غبت الساقة ونزلت وراك. حمامتك بني آدم ولبستك ونضفتك، مش راضي تنسى الغلب والفقر اللي أنت كنت فيه. هو يعرف يلعبها؟ أيوه، أصل بقى في الحقيقة غاوي قرود. اتفضل سعيد. رقص القرد. تهزناش السعيد. رقص القرد. يلا مبسوط كده؟ كويس كده؟ مش قلت لك بلاش تيجي معايا؟ اتفضلي بقى، اتفضلي. اسمع خليها هي ترقصه شوية. والله فكرة. سعدان اسمع، انا عاوزك انت اللي ترقص. ايه ده سعيد؟ بقول لك انت اللي ترقص. انت اللي هترقص. ما صحش يا سعيد. ارقص هنا.
ايه بتقول ايه؟ السقف المنيل على عينه سعيد كان عاوز يموت نفسه، السقف كان خايخ سقط بيه. بتقول ايه؟ هصلحهولك بس طول بالك شوية لما المية تجري في ايديا. سعيد سألت عليه النوايب ما ساب بنتي وراح مع بتوع الكبرهات بعد ما اغتنى والفلوس بقت في جيبه قد كده، اغتنى مرة واحدة. فهمت؟ جاتك نيلة والله ما انت فاهم حاجة ابدا. والله عال واحد يسرق ويعرض نفسه للموت والتاني يلهفها عشان تاني مرة تبقى تسمع كلامي. اهو دلوقتي موسم قط، كان ممكن الواحد يزوغ للتجار 50,000 جنيه مش 10,000، وعامل لي حدق وكنت مخبي عليا شايلهم فين، مش كده؟ اسكت. صحيح سرقت البنك، قتلت، غص ايديا في الدم، شبطت، جعت، نمت على البلاط، عملت نفسي اخرس لحد ما قربت انسى الكلام، ويجي حته هالفوزه ده يعلقهم مني. انا هقلب عليه مصر حته حته لحد ما الاقيه. ولو لقيته هتعمل له ايه؟ هاخد فلوسي، هاخد روحه. يا روحي عليكي كلي. انا هغرقك كلك فاكهه من فوق لتحت. منين؟ منين؟ من العزبه. انت عندك عزبه؟ عندي توت 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 توت. وهرم التو عزبه، اكبر عزبه في الدنيا. لو انت مش مصدقاني طب ده انا عندي حته فخله. انا غني. ما توديني يوم عندك في العزبه. اوديكي اودي ابوكي، العزبه كلها تحت امرك من رجالها وحمارها وبهايمها. بصحتك يا رب. تعرف نفسي كده اتمتع بالهوا واجري اجري اجري في الغيطان لحد ما اتعب. لا لا انت تتعبي قوي، انا الغيطان بتوعي بيجري فيها الخيال لغايه ما يتعبوا. ليه؟ هي بعيده قوي؟ لا بس كبيره قوي، انا عزبتي مش بعيد، جنب طنطا مديريه الغربيه. ايه في حد هنا مش مصدقني؟ صحتك اهو كده في صحتك. ده احنا على كده بقى طلعنا جيران. هو حضرتك بقى من مديريه الغربيه؟ لا من مديريه اللي فوقها. فوقها؟ يعني بلدكوا اسمها ايه؟ اسمها كفر السطوح. اخي اسم بلدكوا وحش قوي يا اخي. على كل حال اللي بيننا وبين بعض مركز واحد. مركز ايه؟ مركز السلالم. سلالم؟ السلالم اللي بتطلع على السطوح. لا ده انت لطيف قوي، هجيب لك بقى واحد ويسكي على حسابه. على كل حال ما فيش فرق بيني وبينك، الفلوس اللي في جيبي فلوسك والفلوس اللي في جيبك فلوسي. كده هات له ازازه ويسكي. اقل خساره الفلوس. انت مجنون؟ فلوس كتير كتير قوي قوي. اسمح تولع لك. ايوه ولع لك وولع لابوك. ولع لك ايه بالفلوس؟ فلوس. بالفلوس ده الظاهر ما يعرفش انا مين، فهموه انا غني. Thank you.
الله انت قلعت؟ لو ما كنتش خبطتي كنت خلاص حتنا. يا دوب بقى ما يخص عليك وحتسيبني اسهر لوحدي كده. انت لسه هتسهري؟ انا لسه هبتدي اسهر. جمالك فين؟ في اوضتي. لوحدك؟ لا عندي معاك. معاك؟ مع مين؟ مع ازازة ويسكي هسهر معاها. لا اصلي بغير من الحته دي قوي. خديني معاك. تعالى يا حبيبي. يا خبر اسود. الحزام اللي على بطنك، الحزام اللي فيه الفلوس. خبر اسود، ده انت باين عليك مراقبني من زمان قوي. مش عاوز كلام كتير، اقلع من السكات. المسدس مالوش صوت، هخلص عليك. اقلع اقلع يا حرامي بسرعه. هي الجيران تعمل بعضها كده يا سعيد؟ جيران؟ انت مش عارفني. حقق فيها شوية. انا جارك في الربع. ربع؟ ايوة. انا اللي كنت ساكن في الاوضة اللي فوق اوضتك. كنت مخبي الفلوس دي في ارضيتها. انت الاخرس؟ ايوة. وايه اللي خلاك نطقت؟ حضرتك اللي خليتني نطقت. كنت عامل اخرس وعور عشان اهرب من البوليس. يخرب بيتك، يعني حضرتك حرامي؟ حرامي، انما حرامي نضيف، حرامي بنوك. يا ابني الجنية، بقى انت خبطت الفلوس من البنك وحطيتها تحت البلاطة وانا طبعا اذنك بقى لما اكلمها. هي مين؟ هي المحافظة. ما تبقاش مجنون. البوليس لو عرف هنروح احنا الاتنين في داهية. انت مش بتقول ان الفلوس دي بتاعتك؟ انا هسلمها للبوليس وهو يسلمها لك بمعرفته. الفلوس دي مسروقه، انا سرقتها من البنك، والبنك اداني مرها للبوليس، وحضرتك نزلت بعدها في الفلوس. ايوه يا فندم. اخر دفعه من الثمن دفعتها له كانت امتى؟ افتكر زي النهارده. كان فيها ورقه ب 100 جنيه؟ ايوه افتكر كان فيها ورقه ب 100 جنيه. تقدر تقول لي الورقه دي جات لك منين؟ لا بقى انا ما اقدرش افتكر دي. المصنع كل فلوسه في ايدي، والفلوس الداخله والفلوس الخارجه، انما ما اقدرش افتكر ابدا ال 100 جنيه دي جت منين. اصل الورقه دي مسروقه وعايزين نعرف مصدرها. ده احنا ناس تجار واشراف، عمرنا ما عرفنا ان في ورقه مسروقه وبلغتونا عنه ابدا. طب متشكرين. اتفضل انت. شكرا. اتعرفت البوليس ما بقاش منها فايده. انت ما تقدرش تستفيد منها، انما انا اقدر استفيد منها، وانا اقدر ابلغ عنك واخد 10% حلال. الكلام ده كان زمان يا حدق قبل ما تصرفهم، انما دلوقتي انت مشترك معايا في الجريمه. اسمع، انا عندي راجل ياخد ال 100 جنيه المسروقه ب 50 فلوس تصرفها في قلب المحافظه. كلام ده عال قوي، بس بيني وبينك ثوابك ما بتطمنيش. خلي الفلوس معاك. اظن فاكر ان حدها لك. اسمع، الراجل هيجي بكره الصبح، ناخد الفلوس، تاخد نصيبك وناخد نصيبك، كل واحد يروح لحاله. اسمع، اوعى تشاور عقلك، انا بسبع ارواح. عيب يا سعيد، انا راجل شريف. ايه
إن كان عندك كلمة هقولها وتفضل. عندي شوية كلام أقولهم وأمرك لله. أنا جاي من الكراكون دلوقتي. ضابط البوليس كان بيحقق معايا. عايز يعرف ال 100 جنيه اللي عندي جت منين. طب وأنا مالي ومال الكلام ده؟ لا ده مالك قوي. حاكم ال 100 جنيه ده هي اللي فنجر بيها عليا يا سيد سعيد. ال 100 جنيه دي من ضمن فلوس كتيرة اتسرقت من البنك والبوليس عنده نمر الفلوس المسروقة. كذاب. جرنان اهو. كاتب الحكاية من طقطق لسلامه عليكم. الجرنان ده تلف وقطاته وتبيع فيه كذبك لحد غيري. صبر طيب. بكرة هيجيلك سي سعيد والحديد في ايديه. ده من غلك وفرستك. احري وانكت وكل في روحك. ما تحل عنا يا اخي حل. ما اقدرش. العينين اللي طالع منها شرار دي ما اقدرش ابعد عنها ابدا. فضلك عندي كلمتين مختصرين. حريته في ايدك والسجن في ايدك. في دقيقة واحدة اوصل لضابط البوليس واقول له ال 100 جنيه المسروقة خدتها من سي سعيد. في لمحة عين هياخدوها من الدار للنار. انما يا حلوة لو تتجوزيني ارجع لك عنه. شوف لك حد غير يلعب بعقله. انا يستحيل اصدقك ولا امنك. كده. صبر طيب يا حلو. معلش. جرنان عندي. كل اللي قاله لك مظبوط. مظبوط؟ يعني انت اللي سرقت الفلوس دي من البنك؟ يمين معظم ثلاثة بالله انا ما كنت اعرف عنهم حاجة. امال جبتهم منين؟ تصدقيني ولا مش هتصدقيني انت الاخرى؟ انا عمري ما كدبتك في حاجة. الفلوس دي لقيتها في سقف الاوضة. عندنا في الربع. ايوه عندكم في الربع. حصلت ازاي معرفش. محدش ابدا راضي يصدقني. ربنا بعتلي فلوس من عنده من فوق من فوق. تتكلميش ليه؟ هتكلم اقول ايه؟ تقولي مصدقاك. انت مش شفت السقف واقع؟ وما قلتليش ليه؟ هو انا ساعتها كان فيا ريحه العقل وكمان خفت لما قتلها في الفلوس. طب يلا بينا. يلا يلا بينا. فين؟ نسلم الفلوس دي للبوليس. سلمها لمين؟ للبوليس. اسلم الفلوس للبوليس وارجع شحات تاني اجوع زي زمان؟ ده مش ممكن ابدا. مش ممكن يا ناس. واحد ربنا بعت له فلوس يسلمها بايده للبوليس؟ يا سعيد اهدى شويه وفكر بعقل. هو كلامك ده فيه ريحه العقل؟ بعد ما دخلت الجنه ودقت حلاوتها اخرج منها تاني برجليا يا اخي؟ ها ها متولي زمان وبلغ البوليس. البوليس هيجي يلاقي الفلوس معاك. هتقول لهم ايه؟ اخدتهم ليه؟ ما بلغتش ليه؟ البوليس مش هيلاقي حاجه عندي. ازاي؟ خلاص الفلوس هتتسرق بفلوس سليمه. فلوس اقدر اصرفها في قلب المحافظه. سليمه لكن حرام. هي الفلوس تعمل فيك كده يا سعيد؟ قوم بينا. يستحيل ارجع لحياتي القرف اللي كنت فيها. يستحيل ارجع علشان استنى منك طبق الكفته اللي كنت بتحسني بيها عليا. امال كنت بعت لي سعدان عشان ارجع لك ازاي؟ انت فاهم اني اقبل اعيش معاك بفلوس حرام؟ امال كنت هتتجوزيني ونعيش على اللضه؟ نعيش على الدقه؟ نعيش على الديون؟ انت فاهمه انك لو ما رضيتيش تتجوزيني مش هلاقي غيرك يتجوزني؟ اجمل بنات البلد بتترمى تحت رجليا. انا كنت هتجوزك بس علشان اديت الكلمه. لكن النهارده انت لا تنفعيني ولا انفعك. انا عارفه ان مش انت اللي بتتكلم دلوقتي. حبك للفلوس والذل اللي شفته هم اللي بيتكلموا. ايوه الذل اللي شفته مش عاوز ارجع له تاني. مش عاوز ارجع للديانه اللي كنت بستخبى منها. انا النهارده اقدر اشتريكي واشتري الربع من بني ادمين اللي فيه. انا غني غني طبعا. انا غني. روحيه وصلتوا بالهدوم لحد فين؟ ركبتوا تاكسي من قدام المحل. تقدر تدلنا على التاكسي ده؟ هو في غير خمس سكوس قدام المحل؟ عال فاكر ركب مع مين؟ مع رست عرف السواق. هتقولنا عرف السواق. اه يا فندم. قول لي من فضلك. اتفضل يا فندم. شفت سواق التاكسي ده قبل كده؟ ايوه يا سيدي. نهار ما كنت بركب الجدع اللي اتغنى عندكم ده اللي كان مع القرد. ايوه. حصل؟ حصل يا فندم. حصل لما جه والعربيه محمله ومعاها نفرين منهم واحد وراداتي معاه قرد ومعزه. ايوه ده سعيد وسعدان وانيسه القرده. واللي كان راكب مع الوراداتي اسمه ايه؟ اسمه سعيد ابو السهل. ساكن هنا؟ ايوه هو كان ساكن هنا. وليه ساكن هنا؟ بس اليومين دول مش عارف متعرفز ومتقمع مش عارف جرى له ايه. طب متشكرين. ليه في حاجه يا فندم؟ تعال حلو تعالى.
تعالى وقعتك سودا. صاحبك بيدوروا عليه البوليس. بوليس؟ البوليس. انت متاكد؟ متاكد. هم لك لسه ماشيين اهو. البوليس بيدور عليك ويمكن يطبق عليك هنا دلوقت. يلا بينا. البوليس؟ ايوه البوليس بيدور عليك. يلا بينا خبيك في حته امان. يلا. على فين؟ البوليس بيطاردنا. وهتاخد فلوس معاك؟ لا اظن هسيبها لك. انت نسيت ان انا شريكك بالنص؟ يا شيخ سيبك منه بقى وخلصنا بقى. يلا بينا. بس يا ده ضربك انا ما بعزقك. اوعى تمد ايدك عليه كده. طيب حقك عليا. الصراف جاهز. هو فين؟ تحت امرك. طب بكره هبعت لك سعدان يقول لك على المطرح اللي انا فيه. على ايه؟ باجي معاك دلوقتي. يلا بينا. خدي كمان واحد. كمان واحد. اتفضلوا. ما تخافوش، خايفين من ايه؟ ده المعلم بتاعنا. اتفضلوا. اهلا وسهلا بكل منونيه واحنا في ديك الساعه. اتفضلوا. على كل حال هنتقابل بكره الساعه 7. ما تطلع معاهم يا سعدان. الله. طيب يا معلم هنطلع. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل سعيد. تعالى. ما بلاش قهوه بقى يا شيخ. ايه ده؟ انا في الشيشه. فضل سعيد. فضل. واخد السعيد مش قد المقام لكن هاجة بقى على ما تهدى الزباع اللي حواليك. كتر خيرك يا سعدان. انا اتنمرت عليك. كنت سكران يا شيخ. استغفر الله. هي مواجع هتقلبها. عن اذنك بقى الحبيب. وحياتك انا عاوز كوبايه شاي. اجيب لك. يا خبر. ايه؟ معيش فكه. امال الفلوس دي كلها جرى فيها ايه؟ لا دي ما اقدرش اتصرف فيها. اه صحيح. حكمتك يا رب. معلش يا سعيد. انا معايا شويه فكه كده على ما ارسم خليهم معاك لغايه ما ارجع. خليتك بعافيه بقى. اسمع اذا عاوزت اي حاجه المعلم هنا كله تحت امرك. ده راجل زي السكره. ده بيتك. السلام عليكم. سلامات. عدوك مات. وحشتنا. اقعد لما اعمل لك القهوه. لا انا عايز اشرب الشربات. شرباتنا. تشرب وقت ما يعجبك. خير البر عاجله. احسن ما تحصل لنا منغصات تانية نكتب بكرة. استنى ما اقول لها. لا ما عارف. والنبي ايه؟ ولا عندي خبر. كل منا جاهز نفسه لبكرة. خلينا نخلص من حكاية حلاحوش دي. الشربات هبعته الليلة. اتوصى. من عناية. الله. قوم عم سعيد. عم سعيد. قوم. العشاء. دفترك العشاء. الله سلامات يا طعشيك. مؤاخذة لآخر جهد أنيسة. إيه مالك مش عجباك الطعمية؟ لا افتكرت روحية. اتنمرت عليها. عضيت الإيد اللي أحسنت إلي. يا سيدي يا مأسية تنساها القلوب ما دام المحبة سكناها. يقولوا كتر الأسية بتقطع روح المحبة. الكلام ده في المغنى لما تتكرر الأسية لكن من مرة واحدة الواحد ينسى محبوبته يبقى ما كانش بيحبها. لو بس أعرف إن روحية هتسامحني. أهو كده. اظهر وبان كده على حقيقتك. وريني قلبك اللي زي الجوهرة. والله العظيم اروح انقل لها الكلام ده واجيبها لك لغاية هنا اهو. رايح فين بقى؟ لا مالكش دعوة. سيبني بس انا هروح اجيبها. ادي الشبكة يا جميل. ادي الشبكة قليلة. يا خرسان. انا مش واد. انا زغلول. زغلول على الحارة. روح. انا قاعد مع اختي. انا مش عايز حد يقعد مع مراتي. هي لسه بقت مراتك ولا هتتحكم فينا من دلوقتي؟ اما تلم صحيح. بلاش قلة ادب بقى. انت بتضربني طول بالك. الله 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 الله. هي رجعت ريما لعادتها القديمه ولا ايه؟ ادور من طول شرق ولا ايه؟ يا اخي تمسوا بقى تفتكروا بلاش. سبحان المعز المذل. اسمع المفروض انك انت دلوقتي الصراف. اول ما تاخد الفلوس تزوغ على تحت. ازاي؟ ما تخافش. انا حامل حسابي وحطلقولك على ما تنزل. مش وحده. بعدين معاك كل ساعه حال. انا مش مستريح للحكايه دي. غيرت رايي. راجل محترم زي ده وجالك في حته زي دي. ثم يا اخي الناس مش لعبه في ايدينا. متاسف. هرجع الفلوس للحكومه. خلاص يلا بينا نمشي. خلاص نمشي ازاي بس يا جدع؟ فوق بنفسك. فكر كويس بعدين هتندم.
هندم على ايه؟ شباب العمر كله راح في فقر، حبكي على بكره. انا حدي لك فلوس صح نظيفه، لا من شاف ولا من دري. يلا بقى يا جماعه احنا مستنيين ايه؟ ايوه امال فين الشهود؟ اهو سي فتحي والحاج سيد، اتفضلوا اسالوا العروسه وكلت مين؟ اهو يا سي فتحي حاضر. روحيه بتتجوز. روحيه؟ ايوه يا سيدي، متولي استلبخ روحيه وعايز يتجوزها والا يبلغ البوليس. وهي عامله ايه؟ مموته نفسها من العيار، الدخله الليله ادي وقت اشتهاها مستني. يلا تعالى تعالى هنا، لازم تيجي معانا احنا الاول. يظهر ان ربنا مش رايد. لازم اخد فلوسي الاول. حاضر. وكيلة الحكومة بحالها الأم باشا صحتك. نتوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيدك يا أم باشا، إيدك يا عريس. انا مستعد اكتب كل اللي في جيبي بس اتخرجني منه. والله ما كانش يتعدى يا ميمون، احنا ناس اشراف، انتوا وداها عندنا هنا. وعلى الصداق المسمى بيننا، وعلى الصداق المسمى بيننا. مال انت فاكره ايه؟ مفيش رجاله؟ ما تسألش فيه. سعيد انت جيت لي المجنون، احنا بنقول هيمسكك. سامحيني يا روحي. مش وقت يا سعيد، افهمني. مش هفهم حاجه قبل ما تقولي سامحتك. سامحتك سامحتك يا رب. ايه يا نصاب يا حرامي؟ حرامي لكن هتجوزها. ها بعيد عن شنبك. بقول لك هتجوزها. ان شاء الله هنزفك على هرم ميدان. ارجع يا سعيد. بقول لك سعيد. بس لو تسمح خمس دقايق اكمل كتب الكتاب. يلا بسرعة. عقبال عندك. يلا فضيلتك الاستاذ. زوجتك. زوجتك. موكلتي. موكلتي. البكر. البكر. الرشيدة. الرشيدة. روحية. روحية. بنت حسن. بنت حسن. ابن اسماعيل. ابن اسماعيل. يا صلاة النبي. ارتاح على النار. عن اذنك يا حضرة الظابط. كمان خمس دقايق زفة. زفة.
ثلاثة سعيد؟ سعيد. ما تزعليش نفسك روحي، كلها ست أشهر وهرجع لك. بسيطة. ربنا معاك. مع السلامة.